خير. خير الله عليكي يا حبيبتي. قوليلي وراكي حاجة بعد الشغل؟ لا. جميل. امبارح كان معايا واحد باشا جامد قوي، انت شفتيه؟ اه. على فكرة ده طلبك وبالاسم. يعني ايه؟ يعني بعد ما تخلصي شغل الكباريه هتلاقي عربية كبيرة قوي كده نوعيتها حلوة، العربية دي هتركبيها وهتوصلك لحد الباشا. لا حقيقي مش فاهمة. هي دي محتاجة شرح؟ لا مؤاخذة، أنا لما جيت اشتغلت في الكباريه ده جيت اشتغل مطربة وبس. وماله يا حبيبتي؟ تشتغلي مطربة، طبالة، رقاصة، ما هو الشغل ده وراه أشغال كتيرة قوي، ولا أنت مش واخدة بالك؟ وعلى فكرة الكباريه ده ليه قوانين، وخدي بالك ده الكل بيلتزم بيها. بس أنا واللي ما بيلتزمش بيها نعلمه إزاي يلتزم بيها. ومن باب التلاتة وتلت، أنت عندي ما تسويش ولا تمن الفستان اللي أنت لابساه ده، غيرك بيلبس الفستان ده عشان يجيب تمنه 100 مرة. بس هعمل إيه؟ للأسف أهو طالبك بالاسم. كان عليا أنا؟ أنا كنت رميتك بره من امبارح على فكرة، بره. على اتنين هجيب حاجة وجايه. قولي لي عايز ايه وانا اجيبه لك. هجيب حاجة من الصيدلية. قولي لي انت عايز ايه وانا اجيبه لك. الله، هو احنا في سجن ولا ايه؟ فرح الباشا منبه ان مفيش خروج ليكي من الكباريه الا بامر منه. يعني ايه؟ يعني لو انا سبتك خرجتي مش هيحصل طيب، ولو انت خرجت هيطلع كلاشي. على فين يا هاني؟ ثروت هاتها وتعالى. والله مشهد مؤسف حقيقي. انا بس عايز افهم حاجه، ليه ما رحتش خدتها منه؟ ولا انت يعني فالح تعمل عليا انا بس السبع رجاله؟ كنت رايحه فين يا هاني؟ كنت رايحه الصيدليه. خير ان شاء الله؟ عيانه ولا حاجه؟ عندي صداع. صداع؟ حد يسيب المنتجع الطبي الجميل ده كله ويدور على دواء بره؟ على فكره انا عندي علاج جامد جدا، ايه رايك تسفيلك سفتين من دول؟ ده هيظبطوكي احلى تظبيطه. بس انا ما بشمش. ما هو ده عيبك، لو مناخيرك بتشم كويس كان جابت ريحه النتانه من بره. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني اللي مالوش خير في ولي نعمته يبقى ناكر للجميل ويستاهل ضرب الجزم، ولا ايه يا ثروه؟ تحت امرك يا باشا. انت فاكره نفسك تقدري تهربي؟ انت مش عارفه ان المكان ده عامل زي المعتقل، وانت بقى بالنسبه لي معتقل سياسي. عارفه النوع ده من الناس عامل زي ايه؟ عامل زي البرغوت، بعيد عنك لما بيمسك في الجسم، تهرشي يمين تهرشي شمال تجيلك حساسيه. الحل الوحيد انك تمسكيه وتفركيه. ثروت عمرك يا باشا، شوف شغلك. لا 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 عمر. لولا انت عارف يا واد يا عمر، اكتر حاجه بكرهها في الدنيا دي اللي تلوع ولا طالشي. لا حلو ما شاء الله، ادائك حلو في الغنى جدا. لا يا عينيا، مش انا اللي بغني، انت اللي بتغني على روحك وليل ونهار. طب ما تنجزي يا لولا وتيجي معايا في السالك كده وتقولي لي انت عايزه ايه بالظبط. فكك، سكتها مقفوله خلاص، قالت يا كفه ومش طايقه نفسها. هي قالت لك حاجه؟ من غير ما تقول يا عينيا. وبعدين انت ايه اللي يخليك تبص لواحده بعيالها؟ ما تخليك في الفاضي. ستي انا لا عايز فاضي ولا عايز مليان. لا، لما اكلمك تقف وترد عليا. الله 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 الله، ده احنا بقينا قويين. إيه؟ انت بقيتي بتروحي الجيم ولا ايه؟ ما شاء الله طلع لك ترابيس وبتمسكيني من ايدي وبتاع. ايوه يا عينيا، فوق لنفسك. انا ساكته بمزاجي من زمان وعامله من بنها بس علشان اللي كان بينا. حلو قوي، ما انت فاكره هو اللي كان بينا.
طب ليه بتنسي بقى لولا؟ افضلي بقى كرريها مع نفسك كده كتير عشان ما تنسيهيش. اللي كان بينا اللي كان بينا اللي كان بينا اللي كان بينا كده عمرك ما هتنسيها. اصل انا ما بنساش. طب حلو قوي يا لولا ان انت ما بتنسيش. بس اللي يجرب عمه ما ينفعش ينساه. وحياة امك. وحياة مين؟ ام مين يا بنت؟ انت اتكلمتي في دماغك؟ القلم ده بقى عشان ما تنسيش يا لولا. ها ركزي يا حبيبتي عشان ما تنسيش. انك ضربه. يا بنتي مالك؟ يا نهار اسود، مين اللي عمل فيكي كده؟ ابن الكلب عمر. قلت لك الواد ده شمال ما سمعتيش كلامي. هي البنت فرح، هي اللي واكله دماغه. يا اختي عمر ده ما حدش ياكل دماغه، ده ياكل دماغ عشرة زيها. لف بينا دنيا مرجح ينا دنيا، ولف بينا دنيا مرجح ينا دنيا، خدينا شمال شوي خلينا شمال شوي، ادينا ساكتين يا دنيا. اهلا وسهلا بصاحبة العصمة. ايه ده كارينا كابور قاعدة قدامي؟ لم نفسك. الله، طب ولما لمها نعمل ايه؟ ما انت عارفه ان البعزقه هي اللي بتجيب الماما. حكم ايه شكلك ناويه على مصيبه؟ الواد عمر ذنبك ده انت برنس. الله، انت فاكره ان برنس ده لقب؟ لا دي شغلانه او حياتك عندي، بس انتوا اللي مش واخدين بالكم. طب يعني ايه برنس؟ يعني وكسه وخيبه ما بعدها ويبه. لا دوكا بورنس مش برنس. برنس دي حاجة تانية. برنس يعني برنس البرانيس المتبرنس. بصي بقى الكلام، يعني الواحد كده يبقى واقف برنس وشايف كل الناس عريانين قدامه بس هو عامل نفسه أهبل. هو ده بقى البرنس. شفت الحكمة؟ بقولك ايه؟ كلمنا جد كتير بقى نهزر شوية. الواد عمر ما بقاش جايب معايا سكة، بقى واقف في زوري خلاص. يرضيك يغني وهو واقف في زوري؟ ينفع كده؟ ما ينفعش. يا يجيب له كرسي ويقعد عشان اعرف اغني، يا اما نشرب عليه شفشق ميه وينزل مع النازلين. يعني ايه؟ يعني عايزين نخلص منه. وانا عندي واد بارمان انما ايه؟ نازل من بطن امه بازازه فودكا. يعني اقول لكريم؟ ما هو انت تقولي لكريم وانا اقول لكريم، بس الصحه بتاع ربنا واللي يخلي الواد عمر ده ياخد بالرجل البت فرح. اشمعنى فرح؟ الله، ازاي البت دي لو شافها وهي بتتبهدل قدامه مش هيسكت. ليه بقى؟ عشان البت دي سنطرت، مش على نفسها، سنطرت في نافوخه. يا ابن الايه، طب سيب دي عليا انا بقى. احلى حاجه في الدنيا انك تشوفيها وهي بتلعب استيميشن بلاي ستيشن كونجراتوليشن اي ايشن. حبيبي العابي يا العابي.